عندنا جدول لكننا بنستخدم الالكتروسكوب عادي ماشي. عندنا جاد واير في حاجه قسطره اسمها دبل ليومن، هي عباره عن زي بالظبط قسطره الحالب بس لها تو سايد واي زي بالظبط الديزاين بتاع البالونه بتاعه قسطره الحالب، بتدككها على الجاد واير اللي انت دخلته من وان ليومن، هيبقى عندك سايد واي ثانيه هتقوم معدي منها الجاد واير، يستحسن يكون هيدروفيلك او زبرا جاد واير، وبعدين تقوم بتزق التو جايد واير وانت بتشدها بره، بقى عندك تو جايد وايرز، جايد واير ناخد العادي الستيف وجايد واير تاني هيدروفيلك، ويستحسن انه يكون الزبره which is the classic for flexible. بعد كده بتجيب الفليكسبل وتدك بتاعته من جايد واير يغادك النوت تاتش تكنيك ده يا جماعه اكستريملي ديفيكالت وبتاع حد اكسبيرت قوي، وما تستخدموش خالص، وحتى الاكسبيرت ما بيستخدموش، هو حد كده كان نشر عنه واستعبط وما عادش حد بالدنيا بيستخدمه، اتس فيري ديفيكالت يعني ماشي، ومالوش اي لازمه. فينسو النون تاتش ده، خلينا في الكلاسيك خالص، بتخش عادي خالص بالمنظار السيستسكوب العادي منظار المثانه وقسطره الحالب العاديه، توقفها الاوبن تب على اليوتريك وتعدي جايد واير لغايه الكدني اندر سكرين، ويستحسن يكون ستيف جايد واير الاخضر العادي بتاعنا. عدينا جايد واير واحد، بجيب الدبل ليومن كاستر. دبل ليومن كاستر دي عباره عن كاستر بالظبط زي البالونه الكاستر بالون بتاعه توسيع الحالب اللي هي فيها فتحه بتدخل فيها جايد واير وفتحه ثانيه بتحقن منها، بتقوم مدخلها مدككها على الجايد واير لغايه ما تخش جوه اليورتريك اورفيس، امي للسايد واي اللي هو المفروض بملى منه البالونه، بعدي منها الجايد الواير الثاني، ويستحسن يكون زبرا جايد واير او هيدروفيلك جايد واير. كده التو جايد وايرز وصلوا لفوق، بقوم شايل القسطره وانا بزق التو جايد وايرز عشان تو انشور ان الجايد وايرز تو جايد وايرز بقى عندي في الكدني في البيلفيكال سيل سيستم. بجيب الفليكسبل يوتروسكوبي وبدككه على الهيدروفيلك جايد واير او الزبرا جايد واير، وازقه اندر سكرين على الجايد واير لغايه ما يوصل البلفيكال سيل سيستم، بقوم شايل بعد كده الهيدروفيلك، يبقى ما عندي جوه البلفيكال سيستم الفليكسبل والجايد واير الاخضر. ده كلاسيك فور انترودكشن اوف فليكسبل يوتروسكوب. سهله كده فين كده فين؟ طيب فرضا انا ما عنديش الدبل ليومن، ازعل اتقهر ولا اي حاجه ولا لها 30 لازمه، انت دخلت جايد واير بالطريقه البلدي بتاعتنا اللي هو اليورتريك وعديت جاد واير، يا سيدي اخرج بالمنظار تاني خالص وخش من الاول وجيت جنب الجاد واير وحط قسطره الحالب وعدي جاد واير تاني. واضحه؟ واضحه يا جماعه. يبقى كده ان انت لازم تحط التو جايد واير، واحد ستيف واحد هيدروفيلك، يا اما بالدبل ليومن، لو ما عندكش الدبل ليومن يبقى تخش بالمنظار مرتين وتعمل الخطوه مرتين، تخش بالفليكسبل على الهيدروفيلك جايد واير، ولازم تشتغل ويستحسن ان انت معاك سيفت جايد واير اللي هو السوبر ستيف. اتفضل يا دكتور محمد. هنا بيتكلم على اليوريترال اكسس شيز، وده اللي هو بيسهل الايه الدخول وخروج المنظار، بدل ما تقعد كل مره في دخول المنظار بتقعد تلف. طبعا الفليكسبل مش زي السيمي ريجيد، بيبقى انت الكنترول بتاعه مش سهل زي السيمي ريجيد، فلو انت كل مره بتدخل وتخرج، خاصه لو بتدخل وتخرج كتير من فاليوريتر اكسس شيز ده بيسهل انك ايه بتقف فيه عند المكان، بتقف في نهايه الشيز ده عند المكان اللي انت شغال فيه، سواء كان في الابر يوريتر او في البلفيكال سيل سيستم. فمزايا الاكسس شيز ده ان هو بمنتين لو انترنال بريشر زي الامبلانس الشيز اللي بنستعمله في البسن ال، فده بيخلي البريشر يبقى له طول الوقت، وبيفاسيليت الاريجيشن. وبرده ان هو لو انت مالتيبل انتريز واكزيتس دخول وخروج بيبقى سهل، وبيافويد افكت في القديمه، وبيقلل اوبريتنج تايم، وبيروتكت اليوريتروسكوب بحيث ان هو ما بيدخل ما فيش اي تاتش لليوريتروسكوب للبادي، هو انت بتدخل من بره وتوصله المكان اللي بتشتغل فيه. فدي المزايا بتاعت اليوريتر اكسس شيز، الا ان مش ما بيستعملش ريجولارلي، وهيقول في اثناء السلايدز اللي هتيجي بعد كده انك ما تستعملوش في كل الحالات، والايديال ان هو ال 10 ل 12 فرنش، ده اللي هو الايديال واللي بيمشي مع المنظار اللي هو انت بتشتغل بيه، فده الايديال سايز بتاع الايه؟ الاكسس شيز. بس ما بيستعملش في كل الحالات، ده لو حاله مثلا
هتطول فيها او حلقه ديفيكالت، انما الـ الافضل ان هو ما يستخدمش، لان بيحصل هازارد. والاستادي ديت يقول لك ان 95% من الحالات عدت ما حصلش مشاكل. التايب 1 انجري حاجات بسيطه قوي، يا دوب شويه اديما بسيطه او بروزس او اكموزس. 10% من الحالات تايب 2 ليجنز، ودي برضو بقت مور سيفير عن تايب 1. السيفيرست تايب اللي هو تايب 3 بقى فيه ستريكشر وفيه استينوزس. فطبعا ده من الاستعمال الطويل لليوريتر اكسس شيز، او استعمل مثلا اكتر من مره، فده بيعمل استينوزس، وطبعا ده في نسبه قليله من الحالات. الهوم مسج نو سيستميك ما بيستعملش في كل الحالات. نيفر فورس، واستعمل اقل سايز، واستعمله تحت الايه اليو بي جي. طبعا البارامترز بتاعت الليزرد مهمه جدا، الانرجي والفريكونسي والبلس. معلش يا دكتور محمد، دكتور محمد قبل ما نطلع من اليوريترا اكسس شيس، مهم قوي يا جماعه. كان في الاول بيعتبروه دوجمه ومهم ولازم و و و، بصراحه هو ما عادش له اي لازم، ما عادش حد بيستخدمه على الاطلاق غير في حاله واحده. لو انت يور يعني انت الديزاير بتاعك في الاول ومصر ان انت تطلع حصو من العيان مع التكنيكس بتاعت الداستنج اللي هيتكلم عليها الدكتور محمد دلوقتي، ان انت بتتبخر الحصوايه، ما عادش له 30 لازم. هو كل الفاليو بتاع الاكسس شيس لو انت هتخش وتخرج بالفليكسبل ويتروسكوب كذا مره، يعني هتعمل باسكت اكستراكشن للفراجم، هتعمل فراجمنتيشن للستون الاربع خمس حتت، وتخش بالباسكت وتطلع بيها بره، وبعدين تخش بالفليكس وتمسك بباسكت وتطلع بره بره. طبعا اربع خمس مرات لا يمكن هتقعد بتخش بالفليكس بتريسكو بالخطوات اللي انا قلتها لك، والدبل يومن والتو جايد وارز والتشيز جايد وارز كل مره، ده يبقى هتقعد ان شاء الله ثلاث ساعات. فالفليكس فالشيس بتحطه لو انت هتخش الاربع خمس مرات ثرو ذا شيس، بيسهل حلو قوي لو انا هعمل فراجم. لكن لو انت داخل بنيه ان انت هتعمل ستون داستنج وتحط دبل جي، ملوش اي لازمه على الاطلاق. وحكايه ان هو الاريجيشن و كله كلام فارغ وليس له اي قيمه، ماشي. زائد ان هو مشاكله فعلا مش قليله، اليورتريك تروما مش قليله، يعني اكتر، انا ادعي انها اكتر من اللي بقولها. والاهم من كده ان انت لو اصريت عليه ممكن يكون هو سبب للفيلير اوف ذا بروسيدو، ان انت ما تعرفش تعديه في ان هو حط دبل جي. يعني انت تعدي شيس 12، هو اقل شيس موجود 10 12، ده اقل شيس وهو اللي كاتبه ريكومندنج 10 12، وطبعا معظم موجود في السوق 14، لكن سي ان هو موجود 10 12، انت تعدي 12 فرنش في يورتر الماكسيمم دايمتر بتاعه من 6 ل 8 داز نوت اكسبتد ومش لوجيك. فغالبا ما بيعديش غير في البري ستنتد يورتر. يعني ايه؟ حصوايه انت كنت حاططلها قبل كده دبل جي وداخل تعمل له فليكس، بتلاقيهم يعدي زي الفل، لان طبعا اليورتر ودايليتد من الدبل جي. لكن نيتف يورتر ما هوش بريستنتد، تعدي في يوريترا اكسس شيس بيبقى صعب جدا، حتى لو ال 10 12 14 فيلير، 10 12 الفيلير بتاعه مش قليل، وغالبا هتعمل يوريتريك تروما. فبلاش يا جماعه موضوع الاكسس شيس والنبي، الا لو انت مصر قوي ان انت هتطلع ستون فراجمنتس وهتخش خمس ست مرات في اليورتر وتطلع. اذروايز لو انت داخل عامل تعمل داستنج وتدوب الحصوه وتحط دبل جي، ملوش اي لازمه، وانا ادونت ريكومند ات اول. اتفضل يا دكتور محمد. هيبدا يتكلم عن البارامترز بتاعت الليزر. وطبعا احنا قلنا مفيش فليكسبل من غير ليزر، الهولميوم ياج ليزر هو الموست كومونلي يوز. البارامتر الاول اللي هو البلس دوريشن، المده اللي البلس بتقعدها، ممكن تبقى شورت ممكن تبقى لونج. البارامتر الثاني الانرجي اللي هو الجول، هاي ولا لو. البارامتر الثالث الفريكوانسي، شورت ولا لونج. ده هيدينا ثلاث حاجات، هيدينا فريجمنتيشن، هيدينا داستنج، هيدينا بوب كورنينج. دي البارامترز لازم تكون عارفها كويس، وما تبقاش مثبت نفسك في كل الحالات على حاجه واحده، لا، انت عارف بتعمل الداستنج ازاي، بتعمل فيرجمنتيشن ازاي، بتعمل بوب كورن ازاي، وبتختلف من عيان للتاني، وبتختلف انت شغال في اليوريتر ولا شغال في الكيدني. والمعلومه برضو ده هيكلم الداستنج بيتعمل ازاي، البارامترز بتاعته بتعمل البلس على ايه، والانرجي على ايه، والفريكونس على ايه، والفريجمنتيشن بتغير البارامترز بتاعتك، تبقى انت عندك الاوبشنز كلها، ما تبقاش مثبت نفسك في كل الحالات على حاجه واحده، لا، انت عارف كل واحده من دول بتتعامل ازاي، وكل واحده لها، كل عيان له التظبيطه بتاعته، وكل حصوه لها التظبيطه بتاعتها، ومكان الحصوه في الكيدني ولا في اليوريتر. فالداستنج اللونج بالس لو انرجي، وتظبيط الفريكونسي. بعد كده الكومباينيشن اوف بوث، اشتغل ده شويه وده شويه، داستنج فرجمنتيشن اكوردنج تو الستون فوليوم والستون كومبوزيشن، الستون كبيره ولا صغيره، والكومبوزيشن بتاع هل هي هارد ستون ولا سوفت ستون. فالفلكسبيليتي ده بالنسبه للايه؟ للبارامترز بتاعت الليزر، بتديك ايه؟ حريه، وانك بتعرف تعمل كل حاجه. حتى احنا بنستخدمها في الايه؟ في السيمي ريجيد،
بتعلي وتوطي الفريكونسي، بتزود البلس وتقللها حسب الايه، حسب الحاله اللي انت شغال فيها. ما تبقاش مثبت نفسك على وما تعرفش دلوقتي عارف ايه الثلاثه، سواء كان لو او هاي باور في بالنسبه للباور بتاعت الليزر وبالنسبه للايه البارامترز. طبعا بيقول لك هنا بتختلف الشغل من الكيدني عن اليورتر. الكيدني انت عندك السبيس واسع، في سبيس كبير فبتشتغل من السيرفس للسنتر. اليورتر لا العكس، انت عندك اليورتر ليميتد سبيس وتخاف انك تعمل تروما فبتشتغل من السنتر للسيرفس عكس الايه. فانت اللو فريكونسي عشان تبقى بريسايز، انما في الكيدني هاي فريكونسي عشان تجو فاست، الستون لود بيبقى اكبر. فطبعا بتختلف البارامترز من الكيدني عن الايه عن اليورتر. في اليورتر بتبقى مور بريسايز، بيشتغل من السنتر للسيرفس. في الكيدني بتبقى من السيرفس للسنتر وهاي فريكونسي عشان تجو فاست، عشان يبقى الستون بيرد بيبقى اعلى وتقدر تخلص الايه. وطبعا احنا قلنا بننوع الداستنج والفراجمنتيشن بحيث انك مش محتاج انك تدخل وتخرج. طبعا هنا برضو السلايد دي مهمه قوي، ودي مش خاصه، حتى انا هقف عليها، مش خاصه بالفليكسبل بس. انا عاوز اعرف الفراجمنت سايز بتاعتي دي كام، اقارن الفراجمنت سايز بالحاجات اللي معايا موجوده جوه. الليزر فايبر لو هو 270 مايكرون معناها ان هو 4/10 مللي، يعني تقريبا نص مللي. لو هو اصغر اللي هللي 150 مايكرون هيبقى تقريبا 2/10 او 3/10 مللي، يعني ربع، تقريبا ربع مللي. فانت بتقارن الستون الفريجمنت بتاعتك هل هي قد الفايبر مثلا مره مرتين ثلاثه، فتعرف بالتقريب الفريجمنت سايز بتاعتك. قارن الستون فريجمنت بالجايد واير. الجايد واير اللي هو موست كومن يوز اللي 35 من 1000 انش ده تقريبا 9/10 مللي، تقريبا 1 مللي. فالفريجمنت ده قارنها بالايه؟ بالجايد واير، هل هي قده مثلا مره مرتين ثلاثه، فبتعرف الايه؟ بالتقريب السايز بتاع الايه؟ الفريجمنتس بتاعتك. الحاجه الثالثه بالاكس ري كنترول، بتقارن التيب بتاعت الفليكسبل بالايه؟ بالستون نفسها. فال 8.5 فرنش يعني 2.5 مللي تقريبا، فانت بتعرف قد الفليكسبل قده مره نصه، فبتعرف الستون سايز من الايه؟ من التب بتاع الفليكسبل. بيقول لك ان دايما احنا ما نعتمدش على الستون سايز على الدايمنشنز، لا انت بتشوف بتحسب الستون فوليوم. حد يقول لك ده 2 سم، ممكن السم تكون مثلا اصغر من ستون ثانيه الفوليوم بتاعها اكبر، الثلاثه دايمتر بتاعته اكبر. فانت المسج انك انت ايه؟ ستون فوليوم از مور امبورتنت ذان ستون دايمتر. فدايما بتبص على الايه الستون فوليوم، وموضوع الدايمتر ده ما بتركزش معاه، او اهم حاجه الايه الستون فوليوم بتاعتك هي اللي بتحسبها، وما بتركزش في موضوع الدايمتر. الفوليوم اهم من الايه؟ من الدايمتر. الداستنج بيقول لك الايه التريك بتاعته انك ما تلمس، تبقى بعيد وتلف، دونت تاتش وموف اول ذا تايم. لو عايز تعمل داستنج دونت تاتش وطول الوقت انت بتلف، فده بيخليك تعمل داستنج للستون، ما انتش محتاج انك تدخل وتخرج، تحولت للستون شويه داست هينزلوا مع الايه؟ مع اليورين. الفايبر سايز هتستعمل السمولست افشنسي مور فلكسبيليتي، الاريجيشن هيبقى احسن وليس ريتو بلش، عشان الستون مش هتهرب لو انت الفايبر سايز صغير و بتستخدمه، فده هيبقى الفلكسبيليتي اكتر والاريجيشن احسن والحصوه مش هتهرب. شوف هتشوف هنا الايه؟ اللارج فايبر الحصوه بتهرب، اللي هو بيحصل ريترو بالشن، الستون بتهرب بعيد عنك وتقعد تدور عليها. فاللارج فايبر والمور انرجي والشورت بالس دونيشن ده بيخلي الستون تهرب منك، فانت تستعمل السمول الفايبر والليس انرجي هتخلي تعمل داستنج والستون ما تهربش بايه؟ بعيد عنك، ما يحصلهاش ريترو بالشن. طبعا لو انت بتستعمل هاي انرجي وهارد ستون ممكن يحصل دامج للايه؟ للليزر فايبر، فبيحصل مور دامج مع الحاجات دي، فانت تقلل الايه؟ يعني تحاول انك تقلل الانرجي بحيث ما يحصلش دامج للايه؟ للليزر فايبر. وطبعا هيتكلم بعد كده في السايز في الحاجات دي. طبعا اللي اشتغل الليزر ان الفايبر نفسه ممكن مع الوقت بتجيب مقص وبتقص التب بتاع الليزر فايبر، ده بيزود الايه؟ الافشنسي بتاعته. طبعا الصوره الاخضر ديت قص الحته اللي هي الايه؟ مش باينه اللي فوق ديت بيقصها، فده اللي بيبقى احسن في الايه؟ في المانوفربيلتي بتاعت الايه؟ الليزر فايبر. اللور بول ستونز طبعا هتكلم عن السوليوم كلمه صغيره ان هو حاجه. معلش يا دكتور محمد. دكتور محمد. ايوه دكتور ناصر اتفضل. دكتور محمد قبل ما نخرج بس من القصه بتاعت الادجستمنت بتاعت الليزر،
عشان ما تطبخوش بعض يا جماعه او تطبخوا نفسكم، وحتى ده ابلايد في السيمي ريجيد دكتروسكوب لو حد هيشتغل بالليزر. انت عندك ثلاثه سيتنج وهقول لك الارقام واحفظوها او اعرفوها عشان ما تلخبطش نفسك كتير في من كذا الى كذا الى كذا. انت عايز تعمل فراجمنتيشن لحتت كبيره وهتقعد تخش وتخرج، هو الليزر 1 10 1 10 باور وفريكوانسي، ماشي؟ باور 1 فريكوانسي 10 1 10. عايز تعمل ستون داستنج نص 20 فريكوانسي 20 واب تو 30، ويستحسن انها تستخدم 30. ده لو عايز تعمل داستنج يعني تطلع بخار ومش هتشيل الستون فراجمنت. حد يعرف يعني ايه بوب كورن؟ مش الشباب اللي بيسمع؟ انا اعتقد ان هو الفشار، صح ولا؟ ايوه، ما بوب كورن هو الفشار. يعني ايه بقى التكنيك بتاعه؟ يعني ايه بالليزر بوب كورن تكنيك؟ البوب كورن يا جماعه ان انت بتقف ما بتعملش طش للستون. انت دلوقتي كسرت عملت مثلا فراجمنتيشن حصوها 2 سم خلتها 10 حتت كل واحده نص سم، حلو كلام، حتت صغيره. بتقف الفايبر وسطيهم بعيد عنهم في وسط الفلويد وتادجست الباور لنص اللي انا قلته. انا قلت الاولانيه 1 10 الثانيه نص 20 ده 1 ونص 15 وتقف في النص. لما بتقف في النص في وسط الحص يعمل تربولنس للفلويد بتاع الاريجيشن، فالحص يقعد يطقطق زي الفشار، هو اللي يجي يخبط في الفايبر ويتكسر، مش انت اللي بتروح للحص، حصوه هي اللي بتجي لك. تقف في النص الحصو تجست عند 1 ونص 15 هتلاقي دي يحصل تربلنس للفلويد، ويقوم الحصو يقعد يلف ويدور ويجي يخبط في الفايبر يتكسر، يخبط في الفايبر يتكسر. فده بيسموه البوب كورن، حاجه ما بين الفراجمنتيشن وبين الداستنج. اولموست اولويز اكتر حاجه تستخدمها واحسن حاجه تستخدمها على الاطلاق هو الداستنج. تبقى فاهم العيان، انا هعمل لك تبخير عشان انا بكلمك برايفت وايز، بكلمك بصح حتى في السيمي ريجن، انا مش هشيل لك الحصو وانا هبخره لك عشان ما يقولكش فين الستون فراجمنت. عشان تقعد تكسر مثلا حصوه 2 سم 7 8 فراجمنت تقعد تخش وتخرج وتستخدم شيس، ده مش ادفايس في الفليكسبل خالص. انت ما بتصدق ان انت تخش بالفليكسبل وتسيب الحصوه، الموضوع از نوت ذات ايزي يا جماعه. اللوكاليزيشن اوف ذا ستون از ذات ايزي، ان انت ادجست الليزر فايبر على الستون از نوت ذات ايزي، ان انت لو في ذات لو لور كاليسيه وعامل ديفليكشن جامد از نوت ذات ايزي. انت ما بتصدق تشوف الحصوايه والليزر فايبر عليها، اقعد كسر فيها بداستنج لغايه اما تخلص مره واحده، تقعد بقى تلعب لي وتيجي تخرج تخش كل مره تقعد تدور عليها، وتدور عليها دي ممكن تقعد فيها نص ساعه عشان تجيبها لو هي في لور كالسي او ميدل كالسي الجروب، ماشي؟ في زنوت ذات ايزي. البيزل والطبيعي في الفليكس والتروسكوب في البيلفي كالسي سيستم هو الداستنج. شوف الحصوايه اقف عليها بالليزر، اوسط نفسي على السيرفيس زي ما قال الدكتور محمد، واعمل ستون داستنج فراجمنتيشن. اتكسرت غصب عنك، ساعات بتتكسر حتت انت انت تعمل داستنج، لكن لا تلاقي حته نص سنتي اتكسر وجنبها حته نص سنتي، لكن انت عملت داستنج المعزه بقت اربع خمس حتت كل واحده نص سنتي، تقوم عامل البوب كورن تقف وسطهم تخلي 1 ونص 15 تعمل البوب كورن كلهم يبقوا فراجمنتس. فده اللي ماشي وده البراكتيكال. موضوع ان انت تفراجمنت بقى خمس ست حتت داخل خارج داخل خارج ما عادش حد بيعملها خالص في الاكسو، ان في كل مره هتقعد تدور على الحصوايه، في كل مره هتتعب، في كل مره هتكرر الخطوات، فاز نوت ادفايس. ده موضوع الداستنج والفراجمنتيشن والبوب كورن والباورز بتاعته. في تريكه في موضوع دخول الفايبر في الفليكسبل يوتروسكوبي، هستنى الدكتور محمد لو طلعتهم قايلينها في السلايد اوكي، ما قالوهاش هقولها لانها قد تكون اهم تريك على الاطلاق في لا موجوده يا دكتور ناصر، انا عارف حضرتك تفضل اتفضل. ده الثوليوم فايبر زي ما احنا قلنا ان هو حاجه ريسنت عن الهولميوم ياج ليزر، ان هو بيبقى تظبيطه احسن وبيبقى النتائج بتاعته، بس حاجه ريسنت ولسه حاجه اندر ايفالويشن ومش منتشره قوي. بيبقى فاينر وفاستر، وده الفيوتشر في الايه في الليزر فايبرز، ان هو بقى فاينر واسرع من الايه من الهولميوم، بس لسه اندر ايفالويشن، ما هوش يعني ده الفيوتشر في الايه في الليزر. اللور بول ستونز طبعا هو الاهم ميزه للفليكسبل، ان احنا ممكن ومن اهم انديكيشنز اللور بول ستونز. وفي طريقتين في الـ في الـ في الـ في الـ في الشرح في المحاضره عن اللور بول ستونز، اما انك انت تاخد الستون وتحطها في البلفيس او في الابر بول وتتعامل معاها بعد كده، او انك انت تتعامل معاها في مكانها. طبعا انت بتاخدها بباسكت، لو هي ستون صغيره ممكن تقدر تاخدها وتشيلها من اللور بول وتحطها في رينال بيلفيس او في الابر كيلكس وتتعامل معاها بعد كده. الطريقه الثانيه لا انسايتو، انك تتعامل مع الستون في الايه في مكانها، فده هيستلزم منك انك تدخل الفايبر في الايه
في الـ 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 في الـ في الفليكسبل، هل تـ 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 تعمل ديفليكشن وبعد كده تدخل الفايبر؟ طبعا هيجي لك بعد كده فيديو وصوره ان هو عمل ديفليكشن ودخل بالايه بالفايبر، طبعا هي اللي الصوره دي انه هتخرم الايه الفليكسبل، حركه الديفليكشن المنظار باظ بسبب الديفليكشن. لا انت بتعمل بتدخل الفايبر في اهو الصوره الفيديو اهو، دخلت الفايبر وبعد كده عملت ديفليكشن، مش العكس، مش عامل ديفليكشن بعد دخل الفايبر. فالصوره دي مهمه جدا. او البديل بقى اللي هو الايه الفايبر اللي هو فيه بول تيب، ده البديل ان هو مش هيحصل فيه المشكله دي. بس ده يعني اللي موجود الفايبر العادي تعمل ديفليكشن تعديه هو ستريت بعد كده تعمل ديفليكشن عشان تشتغل انسايتو على الستون ومكانها في الايه في اللور بول، او انك انت بتجيب تشيل الستون وتحطها للطريقه الاولانيه، بتاخد الستون في البيلفس او في الابر بول وتتعامل معاها. انما لو لا انسايتو يا اما معاك البول تيب دي او انك ايه بالطريقه اللي احنا قلناها. طبعا ده بتقص البوز بتاع الفايبر عشان تخليه ايه مور باورفول، ومع الوقت بتقص التب بتاع الايه. طب لو الباسكت اللي بستعملها النايت نول بتبقى اقل من 2 فرنش، لازم اقل من 2 فرنش، وهنقول بعد كده ليه. ولازم تبقى النايت نول طبعا دي احسن. لازم بعد ما تخلص وتعمل درينج لازم ايه تتاكد انها كومبليكيتد، ما انتش محتاج تركب دبل جي او تركب ستين. دكتور محمد، ايوه دكتور ناصر، هل في اختلاف بين الباسكت دي والباسكت اللي احنا بنستخدمها في السيمي ريجيد يوتروسكوبي من ناحيه ايه الكونفيجريشن بتاعها او اسمها؟ زيرو تيب. زيرو تيب واصله يا دكتور محمد؟ واصله تمام. يعني يا جماعه لو تفتكر ان الباسكتس اللي احنا بنستخدمها في السيمي ريجيد يوتروسكوب عشان احنا شغالين اذا تيوب، لا في التيب بتاعتها من قدام عند التقاء الاربع او خمس سلوك، سواء كانت فور فاير او فايف فاير، في نوب كده او طلع ماشي ماسكاهم. هنا لا، لو رجعت بالفيديو زيرو تيب، يعني ما فيش في التيب بتاعتها هذه. ليه؟ عشان ما تعملش انجري للبلفيكال سيستم. فاي باسكت هتستخدمها في البلفيكال سيستم لازم تكون زيرو تيب، اذروايز لو هي التيب بالبوزه ده اللي هو ما بيعملش حاجه في اليورتر عشان هو تيوب، هيعمل انجري في البلفيكال سيل سيستم لو انت تاتشنج البلفيكال سيل سيستم. الباسكت اللي في الفليكس وتريسكوبي سبيشال باسكت اسمها زيرو تيب. في نقطه ثانيه خلي الدكتور محمد يكمل البوينت دي واقولها لكم في قصه برضه اللي هي انسايتو. ولو انا هعمل انسايتو في تريك برضه الدكتور التريك الاساسيه اللي قالها دكتور محمد دي مهمه جدا. لو دخلت ال وانت بعد ما عملت ديفليكشن دخل ليزر فايبر هتخرم الشيس، ولو خرمت الشيس هتيجي تحطه في السايدكس وتعقمه هتلاقيه داخل الميه جواه. ده اكتر حاجه بتعمل مال فانكشن للفليكس ويتروسكوب، اشهر حاجه اشهر سبب بيعمل مال فانكشن ان انت تخرمه بالليزر فايبر وبعد كده يخش فيه سايدكس في الفليكس ويتروسكوبي. البوينت الثاني هقولها بعد الدكتور محمد ما يخلص دي. اتفضل يا دكتور محمد. تمام. ده موضوع البول تيب فايبر، وقلنا ان احنا ده طبعا رجعنا في الفيديو ثاني لحته بتقص البوز بتاع التيب بتاعت الفايبر. او موضوع الزيرو تيب اهو اللي الدكتور ناصر قال عليه، قلنا ان السايز بتاعتها اقل من 2 فرنش، وهنقول ليه 2 فرنش؟ طبعا الان كومبليكيتد كيسز استنت ولا نون استنتد، فيعني فيها ديبيت. بس اثناء المحاضره قال ان ريكومندد ان يبقى استنت، حتى لو استنت هتقعد يومين ثلاثه وبعد كده تشيلها. فلازم وانت خارج تعمل ايه؟ تبص على اليورتر وتشوف في تروما ما فيش تروما، في ايديما ما فيش ايديما، ويستحسن انك تستعمل الايه؟ الاستنت بعد ما تخلص الانكومبليكيتد يوروتروسكوب. طبعا لو كومبليكيتد طبعا او في فرجمنت لازم تستعمل الايه؟ استنت. طبعا الليزر انسيجن بنستخدمه خاصه في حالات اليو بي جي لونج بالس دوريشن، وبيظبط الجول على 1.2 ل 2 والفريكونسي من 10 ل 20. فده بتعمل انسيجن في حالات اللي لو في ستريكشر في اليوريتر او في الموست كومنلي يوزد اللي هو في اليو بي جي ستريكشر، بتعمل انسيجن. وده هيقول لك المكان. طبعا احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده واحنا بنتكلم في الاناتومي، ان الانسيجن بيبقى عند لاترال لو في الـ في الـ في الـ في الرايت في الرايت كيدني بيبقى عند الساعه 7، لو في الليفت كيدني بيبقى عند الساعه 5. المهم هو بقى لاترال لان الفيزل بتبقى ميديال.
هو بيقول لك في الرايت كيدني بيبقى عند الساعه 7، في الليفت كيدني بيبقى عند الساعه 5 في الناحيه الايه اللاترال، ما يبقاش ميديال. فده المكان اللي بتعمل فيه الكات في الايه في اليو بي جي استركشر. طيب ماشي يا دكتور حمد، قبل ما نسيبها بقى عشان نخلص الستونز زيز، بما ان دخلنا على الاذر يوزز، يعني موضوع الاستخدام الفليكسبل يوتروسكوب يا جماعه في اللور كاليسيال ستون، وهعملها ان سايتو. حلو، احنا عندنا ثلاث انواع، اشهر ثلاث انواع من الفايبرز في الليزر، فايبر اسمه 200، فايبر 365، وفايبر 500. حلو، خيار 500 ده اولموست اولوز ما بيستخدموش غير في الحالات الهولب اللي هو الليزر بروستاتيكتومي، او لو هيشتغل لارج فازايكل ستون، يعني هعمل له ستون ديسنتجريشن، ليزر ديسنتجريشن في لارج فازايكل ستون. وفي بعض احيانا زي الدكتور احمد نحاس اللي بيحب يشتغل بيس ان ال ليزر، بالبيس ان ال بيستخدم فيها الليزر فايبر 500، يبقى مينلي تيشو اللي هو ليزر بروستاتيكتومي، ليس كومونلي لارج فازايكل ستون او في البيس ان ال. اكتر حاجات بالليزر فايبرز بنستخدمها مع الفليكسبل يوتروسكوبي فور ستون ديزيز هي الفايبر ال200 وال365. احلى فايبر على الاطلاق ال365، ده احسن فايبر بينجزك، تعرف تستخدم اللي هي الثلاثه تكنيكس اللي احنا اتفقنا عليهم بكل الباور، 1 10 0 20 او 1 ونص 15 في البوب كورد، بيديك حاجه. عيب بقى، طب سي ان انا هعمل الستون لور كاليسيال وانسايتو زي ما قال الدكتور محمد، لازم تعدي الفايبر، بس لازم نقول هنا ايه الفايبر اللي استخدمه بقى. لو جيت عديت ال 365 وعملت الديفليكشن اللي هو دايره كامله، ده هيتكسر 365، هيتكسر. لازم تستخدم الفايبر ال 200. لو هتيجي لور كالسيال ستون وانسايتو وهعمل هذا الديفليكشن الكبير اللي هو قد يصل الى دايره كامله واكثر من 180 درجه، ما تستخدمش الفايبر 365 لانه مش هيستحمل هذا الديفليكشن، هيتكسر جوه الفليكسبل يوتروسكوب. فلازم هتستخدم الفايبر ال 200، والفايبر ال 200 يبقى يعني ايه تستحمل فقعه المراره، ان هو ما بيستخدمش اكثر من باور نص 20، ولازم تعمل داستنج، ما بيقدرش يديك فراجمنتيشن، ولو الداستنج بياخد بيبقى ضعيف جدا وبياخد وقت كبير جدا في الداستنج اللي هو الفايبر ال 200. فعيب ان انت تستخدم الانسايتو، رقم واحد الديفليكشن بيبقى عالي، رقم اثنين المانيبيوليشن مهسة، رقم ثلاثة ان انت ما بتعرفش تستخدم غير فايبر 200، وده بيبقى بطيء جدا وبياخد وقت كبير جدا. لو عرفت تعمل ريبوزيشن في الابر كيليكس، ده الكلاسيك والاحسن، لانه بيخليك ان انت تعرف تستخدم الفايبر ال 365، وده اسرع. ولو عايز تعمل فريجمنتيشن وتخش كل شويه وتطلع فريجمنتس ماشي، عايز تعمل داستنج ماشي، عايز تعمل بوك كورن ماشي، ال 365 اكتر حاجه بتساعدك في الفليكس ويتروسكوبي. لكن لو هعمل انسايتو غالبا ما بستخدمش غير ال 200، وده له ديس ادفانتج اللي انا قلت لك ان هو بياخد وقت طويل جدا لانه ضعيف جدا. اتفضل يا دكتور محمد. احنا ما زلنا بنتكلم في موضوع الانسيجر، فاقول لك انت في الديجيتال كاميرا بتعرف منين الانتيريور والبوستيرور، البابل اير بابل طبعا بتبقى فوق ناحيه الانتيريور، ده الساعه 12 اللي هو فوق، اللي عكسها بيبقى تحت اللي هو الساعه 6، فده الاورينتيشن بتاعك في وانت بتعمل انسيجر، عرفت الساعه 12 فين، الساعه 6 فين، يبقى عرفت الساعه 5 والساعه 7. مش موضوع ان الستون تبقى بلوكد في الباسكت، ان الحصوه اتحشرت في الباسكت. قال لك ميزه ان احنا بنستخدم التو فرنش باسكت، ان انت ممكن تدخل جنبها بايه بليزر فايبر، ما انتش محتاج انك انت ايه تفك الباسكت زي ما بنعمل في الايه في الشغل بتاعنا العادي، لا انت مش هتفك الباسكت، بتدخل جنبها بليزر، لان الباسكت صغيره قلنا اقل من 200 فرنش، فدخلت بالفايبر ال 270 جنبها، وهيوريك ازاي هيكسر الايه في الصوره اللي هي على ايدك اليمين الثالث واحده دي، الفايبر جنب داخل جنب الباسكت، وبتكسر الايه الستون وهي محشوره في قلب الايه بلوكت في قلب الايه في قلب الباسكت. فده ليه بنستخدم باسكت اللي هي الزيرو تيب اللي اقل من 2 فرنش. هيتكلم بعد كده في الحاجات اللي هي في الهورس شو كيدني واتجاه الكاليسز قبل ما نخلص من العش والنبي يا دكتور محمد، الكلام اللي بيقوله ثيوريتيكالي ظريف وفاني وحلو، از اكستريملي ديفيكولت المانيبيوليشن بتاعه الباسكت ال 2 مللي ال 2 فرنش. انت لو شفت الباسكت 2 فرنش ده يا جماعه، انت طبعا عشان تعمل ستون انترابمنت جوه الباسكت انت لازم تعمل لها مانيبيوليشن بصوابعك من بره وتفتح وتقفل وتدايركت بتاع المانيبيوليشن بتاع الباسكت ال 2 فرنش از اكستريملي ديفيكولت في منتهى الصعوبة، وحتى مع الناس الاكسبرت يعني بتاخد فترة طويلة جدا جدا تو جيت يوزد ان هو يقدر يستخدمها.
فاللي هو بيقوله ظريف وجاب فيديو ظريف ان انت فعلا طبعا الرضا فيبر مش هتعدي جنب لو انت دخلت بثلاثه فرنش، لو انت دخلت بباسكت ثلاثه فرنش مش هيعدي جنب الباسكت جنبها، والموست اولويز وورلد وايد، ما بتكلمش عندنا في المركز، وورلد وايد كل الناس بتستخدم الثلاثه فرنش، قليل جدا اللي بيستخدم الاثنين فرنش، وكل مجمع ان هي اكستريملي ديفيكالت ان مانيبيوليشن. فيعني ايه دي يعني تخيلي شويه وهو اوبتيمستيك شويه، فيعني ايه لكن ما ناخدهاش البيز. لو انت هتستخدم في يور براكتس هتستخدم الثلاثه فرنش وتعمل حسابك ان انت مش هتعرف تخش جنبها بليزر، حته اثنين فرنش دي عايزه مش واحد اكسبيرت، واحد يعني استغله 5 6000 حلقه. اتفضل يا دكتور محمد. طبعا هنتكلم هنا في الليفت كيدني دي، قال ان الابر كاليسز نورمال ابر كاليسز بصه اوت سايد، فانت ايدك من بره في البرون بوزيشن، انما بالنسبه للور كاليسز الاتجاه بتاعها مختلف، فلازم بتغير اتجاه ايدك وتبقى في السباين. فده بالنسبه للايه التريكه بتاعت الايه الهورس شو كيدني والدايركشن بتاع الايه الكاليسز، ووضع الايه وضع سواء كانت برون بتغير من البرون للايه للسباين لو انت بتشتغل في الابر او في اللور كاليسيه الستونز في الهورس شو كيدني. طبعا كالسير ديفرتيكولم برضو عشان تشوف برضو وتشوف النيك وتعرف انك انت تدخل تعمل ديسيجن للنيك بتاعت او تمانيبوليت ستونز في بيحقن ميثيلين بلو او انديو كارمين ماده ملونه بحيث ان هو ايه يعرف يشوف النيك بتاعت ديفرتيكولم ويعرف ايه مانيبوليت. دي التركه بتاعت الايه اللي هو بيتكلم في نهايه المحاضره في الايه في الحاجات اللي هي الايه مش كتير يعني الحاجات اللي هي ترابل شوتنج. طبعا انكراس الدبل جي مش محتاج انك تعمل كومباين تعمل بي سي ان ال، لا انت بالفليكسبل والليزر فايبر بتمسكها بيس ميل حته حته كده ايه تشيل الاستون عليها وبعد كده ايه، فموجود موضوع انك فايبر بالراحه حته بحته كده وتدخل جوه الكدني وتكسرها حته بحته لغايه ما ايه تخلص كل الكراستيشن اللي على الدبل جي وبعد كده ايه تسحبها من تحت بمنتهى السهوله. في الدايفيرجن قال اللي هو الريكومنديشن بتاعه ان هو يستخدم اليوريترال اكسس شيز از امبلانس شيز، بيعمل بانكشر للكيدني ويدخل بالفليكسبل من فوق من الرينال بيلفيس ويدخل في الابر يوريتر لغايه ما يوصل للايه للكندوي او الباوتش اللي معموله بحيث ان هو ايه يمانيبوليت يبقى انتي جريد بيشتغل من فوق. طبعا الويست مش تختلف كتير عن الحالات الثانيه. طبعا كل كلامنا في الفليكسبل في ستون اقل من 2 سم، لو ستون اكتر من 2 سم طبعا بي سي ان اوف كورس هو الايه هو الاحسن، ما تقعدش تدوخ نفسك وتشتغل ليه ستون اكتر من 2 سم تعملها ايه فليكسبل، انت اشتغل الاحسن بالنسبه لل 2 سم الفليكسبل. لو انت هتشتغل فليكسبل ستون سايز كبيره بتاعها تبقى واضح مع العيان ومعرفه انك ممكن تحتاج تعمل اكتر من 2 سيشنز. فستيج فليكسبل يروس في الحالات اللي هي لارج ستونز، فممكن تشتغل انت العين ما عندوش مشكله انك تعمل مره واثنين وثلاثه فخلاص وتتفادى انك تعمل، ودي هيجيب بعد كده دي ستادي عن الايه الفليكسبل يوروتروسكوب في اللارج ستونز. طبعا لازم يبقى ستيجد بروسيدير وتشرح العيان وتبقى اونست مع العيان، ودي الاستاذ اللي هو اتكلم عنها بتاعت الجراسو مايك ميكائيل جراسو اللي هو في اليوريترو بايلوسكوبك تريتمنت في لارج كومبلكس انترارينال اند بروكسيمال يوريترال كالبولاي، تبقى معرف العين ممكن تبقى هتشتغل فليكسبل بس مش هتعمل بي سي ان مش هتعمل كومباين او ممكن تعمل ده مره وده مره، يبقى فليكسبل اكتر من مره. طبعا الحاجه اللي الناس دلوقتي بتتكلم عنها كتير الكومباين اندوسكوب كومباين انترنال سيل، كنا عرضنا في مره من المرات فيديو لحاله اتعمل كومباين بتشتغل سوباين بي ان ال وفي نفس الوقت بتدخل بالمنظار تشتغل تشتغل الستون ريترو وانتجريت تشتغل من فوق ومن تحت، فالكومباين ده بيسهل لو هي ستون كبيره وبيقلل بيحسن. طبعا احنا في ظل الشغل بتاعنا بننسى ان في حاجه اسمها الميديكال مانجمنت مهم جدا، والميديكال اكسبالسيف ثيرابي ده مهم في حالات كتيره وبيجيب نتيجه كتيره في الحالات. فانت في ظل الهوجه انت عاوز تشتغل كله سيرجيكال، لا في الميديكال. وفي اثناء المحاضره يعني ركز قوي على النقطه دي ان احنا في كتير من الحالات ما بننسى الميديكال في ظل الهوجه بتاعت الايه الفليكسبل والبي ان ال والازول. فدي تقريبا اخر حاجه في الايه في المحاضره. قوم ثابت على طول فك على ازاي افتح
كده احنا خلاص خلصنا يا دكتور. حضرتك تحب تقول حاجه في ال هو لا محاضره جميله جدا جدا دكتور محمد، وبصراحه لما كل الحاجات ظريفه جدا جدا يعني، تسلم ايديك. بس هو تعقيد بقى على قصه الانديكيشن اللي هو الاخران اللي هو قالها ده، عشان بس نلخص الدنيا والدايليما والناس اللي ويز والناس اللي اجينست. انا ان ماي فيو طبعا منشور يعني من هنا لبعض بكره عن الفليكس والتروسكوبي في الرينال ستونز والانديكيشن، لكن احنا بنتكلم براكتيكال وايز بالراحه كده. انت قلت 2 اكتر من 2 سم احسن البرك، او حتى كمان لو 2 و2 ونص سم بنتكلم في الميني برك. لو احنا هنتكلم عن التروما اقل من 1.5 سم او اقل من 2 سم، الفريست اوبشن از ازول، صح؟ تمام. طيب اذا احنا بنتكلم في انهي واحده؟ الاقل من سم ونص اتكلمنا عن الازول، اكتر من 2 سم اتكلمنا عن البيس ان ال. الحاجه الثانيه فالرول بتاع الفليكسبل هنا داوتفول، الا في بعض حالات معينه مثلا ستون سنتي ونص والهانسفيلد الهانسفيلد يونت بتاعها اكتر من 1000 ما ينفعش ازول، جود اوبشن ماشي فليكسبل فيرسس الميني بيرك. حلو، اكتر من 2 سنتي لا، معظم الناس وورلد وايد مع البيس ان ال او الميني بيرك حتى لو هي صغيره 2.5 سنتي. حلو، لكن لو هي اقل من 2 سنتي والهارد ستون قوي ومش هتنفع تيجي بالازول، ماشي الفليكسبل ازول. بصراحه الادفانتج الوحيده او الانديكيشن اللي انا فعلا ابص لها بعين الاعتبار جدا للفليكسبل في الانومالس كيدني والبوست دايفرجن الاكتوبيك بيلفيك كيدني، دي الفليكسبل از فريست اوبشن. ازول صعب، بس ان ال صعب، الاوبن صعب، الفليكسبل تروسكوب از فريست اوبشن في الاكتوبيك بيلفيك كيدني. سكند في حالات اليوريتريك ستونز افتر يورينري دايفرجن، ما بتعرفش توصل لها من تحت، الاوبن سيرج بتاعها صعب جدا، الانتي جريديوتروسكوبي از ذا بيست. فدول المين فاليو اللي فليكسيوتروسكوبي از نمبر 1 من غير منافس، هو الاكتوبيك بيلفيك كيدني، الانومالاس كيدني، والبوست دايفرجن يورتريك ستون. دكتور نصر، الامباكتد ابر يورتريك او الميدل يورتريك الفليكسيبل ليبر يعني ما يبقاش احسن؟ لا، السيمي ريجيد عادي مع ليزر، مش كده يا دكتور ناصر؟ دكتور ناصر صوت اتقطع ولا ايه؟ هو مازال معانا اهو، بس مش عارف شكله خرج. بتهيألي يا احمد عيسى الامباكتد ستونز في اليورتر، وعايز تستخدم بقى الليزر ممكن في بالسيمي ريجيد عادي ليزر بقى. تمام. لا بس هو يعني لو في كينك في اليورتر مثلا يا دكتور خالد، او مثلا مش عارف يوصل بالسيمرجن، ممكن الفليكسبل يبقى احسن. هو انا اعتقد ان هو لو امباكتد ستون غالبا هيطلع معاها انفكشن، فممكن يبقى الفليكسبل ليميتد شويه فيه. هو السيمرجن وليزر عادي. دكتور نصر راح فين؟ دكتور نصر خرج. احنا كده فاضل معانا دقيقه، فاحنا يعني متشكرين جدا للدكتور نصر على وجوده معانا. انا كنت كان في دكتور محمد، لو كان دكتور نصر موجود كنت اساله في الناس اللي بتستخدم الفليكسبل في البيدياتريك. واحنا للاسف فاضل لنا اقل من دقيقه، فاحنا ممكن خلاص اكلم الدكتور نصر كده لو نعمل لينك تاني للاسئله لو يحب، لو ما عادش فاضي خلاص يبقى كده خلاص خلصنا ان شاء الله. هنقفل كده ونشوفكم على خير بإذن الله في ورق. لو الدكتور نصر هيوافق هبعت له كده واشوف كده هيخش ولا لا. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.